هناك دعاوات واحد لاعبي الزمالك طبعا السابقين، انما كانت بدايته وتالقه مع نادي انبي مجدي عطوة. هادي على طول ياخد كويس قوي، حيدر يتقدم بواحده، يلعب الواد تو توصل عند على طول طلعت محرم، والعرضيه حلوه من سيد عبد المغني، والهدف الثاني. الهدف الثاني محمد زكري، اول لمسه لمحمد زكري في المرمى. محمد زكري البديل اللي لسه نازل من دقيقتين، محمد بيجيد العاب الهواء وياما سجل بكرات راسيه مع النادي المصري البورسعيدي. محمد زكري رايح كده للكابتن مؤمن يعني يسلم عليه، وجاي الكابتن محمد عمر ايضا. محمد زكري تبديل موفق جدا من جانب الكابتن محمد عمر، يقتنص الهدف الثاني محمد زكري لابناء ميت عقبه. فريق الترسانه شواكيش الكره المصريه يتقدم على ملعب وسط جماهيري على فريق الزرقاء في دور 32 لمسابقه كاس مصر. 2 الترسانه 1 فريق الزرقاء. ادي كرة على طول لمرة تانية، الاستلام طلعت محرم، وادي الاعادة على طول الراسية الجميلة من عرضية سيد عبد المغني. اول لمسة لمحمد زكري في اللقاء. الجهاز الفني يعني ما فيش الفرحة اللي هي، بالتأكيد كل ما يشغل بالهم هو لقاء النادي الاهلي القادم يوم الاثنين القادم بعد 4 ايام من الان. مباراة يعني مهمة جدا لنادي الترسانة. وادي شايف في كارت اصفر بيشيروا الكابتن عماد بدره لكابتن فريق الزرقاء محمد حسن الظهير الايمن. عفوا ادي الاعاده مره ثانيه. كان عنده انذارين، يمكن عشان كده الكابتن محمد عمر كان حب ان هو يدفع بيه في الشوط الثاني، ما حبش يدفع فريق الزرقاء بخروج مهاجم الفريق رضا الطرعاوي رقم 19 ونزول احمد رمزي. محمد زكري نزل كبديل سجل هدف التقدم للترسانه، الهدف الثاني للترسانه. وادي فاول ياخد زكري احد ابناء النادي المصري وابناء بورسعيد. الاثنين راسي حربه، ادي على طول الكوره متسقطه كده ليه عاهد تروح مره ثانيه يلمس، وادي طلعت محرم على طول. السابق ايضا محمد الرئيس، زي ما قلت لحضراتكم 3 لعيبة موجودة في الملعب من أبناء بورسعيد وأبناء النادي المصري مع نادي فريد أبو العيلة. أدي عاهد عبد المجيد أمامية على طول يسند على محمد زكري، خلص واحدة ترسانة. وأدي على طول عبد الرحمن محي يرد واحدة بدماغه عبد الرحمن. محمد زكري، زكري وليد فهو الهداف الاول للفريق بدون كلام طبعا. عاهد عبد المجيد 5 اهداف مع الفريق هذا الموسم. وادي كوره وتصويبه من بعيد من محمد زكري، استعجل صالح الترسانه. مجدي عطوه ايضا استلام من مجدي واقف على كورته، ويا سلام التحرك من مين بقى المره دي، من عبد الرحمن محيي. التحرك والاستلام من وليد ابو العيلة، زايد وسريع وليد ابو العيلة، والتحرك مره ثانيه عاهد عبد المجيد. محمد زكري انما في رايه، في رايه من عاهد عبد المجيد. كارت اصفر هو الكارت الثاني موجود عاهد في لقاء الاهلي يوم الاثنين القادم. رد فعل الجهاز الفني، بتقدم بكورته شريف غزاله يلعب. هلا نشوف المرتده السريعه بقى محمد زكري اللي سجل هدف التقدم للترسانة حتى الان، وطلع سيد عبد المغني هيعمل 1 2 ولا ايه معاه؟ اتفضل التصويب. حكم اللقاء عماد بدره تعلن فوز الترسانة على الزرقاء 2-1.